بالانتظار نروح عند أليكسي نعمة مدير الإسعاف والطوارئ بالصليب الأحمر اللبناني. صباح الخير أليكسي. صباح النور، ينعاد عليكم جميعا. وعليك. ينعاد عليك. شكرا. تفضل. إحصاءات الحوادث ال 24 ساعة اللي قطعوا، في عنا 18 حادث و21 إصابة، من ضمنه كان في عنا حالتين خارجتين. نعم. بيروت حادثين إصابتين، جبل لبنان من حوادث من إصابات، لبقى حادث واحد إصابتين، الشمال 6 حوادث من إصابات، والجنوب حادث واحد وإصابة واحدة. تتوزع أنواع الحوادث بين دراجات نارية وسيارات، أما الأسباب انقسمت بين سرعة، مصدر إلهاء وانزلاقات. أما بالنسبة للمهام اللي قامت فيها فرع الإسعاف والطوارئ بالصليب الأحمر، سجلت 441 مهمة موزعين على 255 حالة طوارئ، 153 نقل مريض عادي، و 33 نقل مريض مستشفى لأخرى. هذا كل شيء ال 24 ساعة اللي قطعوا. بيعطيكم العافية. شكرا لك سي لكل العناصر الصليب الأحمر منتشرين على كافة الأراضي اللبنانية.